الله الرحمن الرحيم تغنى أخي في مرسفة أشعر دوي صلى الله عليه وسلم عدم تميزه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بشيء اشتحق أشت وأثرون في مرة صلى الله عليه وسلم شيء سحاب شان يقع عنهما ثاني وكونه واسع الصدر رحبه اشتا إخلر دوغ ديكدوش تكريه خلال شيء تيوش وتجت شيء صحاب ثاني تنا على أهديت دوي قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنس وديت رضي الله عنه بين نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل تعدين عش دولش خيلا مجدك شو عطا تقون أخا شو يلربو مجدك شو شيء أمكل ثاني فأنا أخاه في المسجد إيه أمكل ثم مجدك شو عوحا خيرتو ثم عقله ثم قال لهم سلطة عدعي كرتو شي أمكلا سلطة إيلرتو أيكم محمد خيقا بيرتو وتشوحا ملوشوخ محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهر نيهم أما بيما رورو بوغتو سحاب شن يقعها شي كيوك تتعن عش قال فقلنا لهم تشيش إيلر تقون أخشنغا هذا الأبيض المتكئ إزدعت عن شي كيوك تتعن يوحى كيس باتوش والله يقونا يوخ محمد يعني يوحى كي يوحى سباتني فقال له الرجل تعتقونا شو إيلر يا ابن عبد المطلب يعني هي عبد المطلب كانت على تون ديتي تيوح دي ديتي يوحى شقيه خمبرتو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلشنو إيلر ختم بي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك لدوخ شو حيقع دقا حق حديثة فقال الرجل تحتقونك شو إيلر يا محمد هي محمد إني سائلك فمشتد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك شا يا محمد شا خاحترش دير دحيوغا اتخاحترش كعجي مال بيرسة سيخا خيروش اخاحتر شوغني هردوشي فلا تجدن علي في نفسك دلحة شي شين يغز مغولة شي بحك ما باقلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب أي مرسى إيلر سلمى بدع لك خحتا حيبي زنبك عندك دئنك فقال الرجل تعتقونك شو إيلر نشدتك بربك ورب من قبلك شا ديغة قيوغة حديل سا ورب من قبلك حيديل دوحا حل حلق خيل بولشير ديل دوحا نحشي قال الله أرسلك إلى الناس كلهم بقل الله ويحو وقتنك مس خلقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم هو إيلر بيمس قال تلدع إيلر أتقونه شو فأنشدك الله شائشت الله تاني ديغيك الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة الله ويحيك أمر دينك لامز ديال دينه بوسن لامز ديال وطونت إليلنك الله هو الله أمر ديني حيوك لامز ديال دينه بوسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى ليل إلشنو إيلر اللهم نعم هو أل قال تولع إيلر فأنشدك الله شائشت الله تاني دير حيوك الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة إي الله ويحيك أمر دينك يالغتو أن نصوم أوغا إمارخ قابة هذا الشهر مارخ بوت قابة من السنة وقشرن شو عبوغش بول إمارخ بوت قابة إليك الله ويحيك أمر دينك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم بيامر سيدر وهنا تحتو إيلر قال فأنشدك الله اشتشاء الله تاني ديبو الله ديوحيك الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا اشتشاء ديوحيك يا محمد إي الله ويحيك أمر دينك إي صدقة إي ساغة زكاة تأخذ على اشتك أن تأخذ هذه صدقة صدقة زكاة حقيتها بيخش ناخير تلتع حقي ديقة إيه ناخن عايز ديقة هيك أمر دينك الله ويا الله تو
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخر هي دل اجتمع ايلرم اللهم نعم وهنا. فقال الرجل تاخون اخشو ايلر امنت بما جئت به بقول اس امام دله اهديان دوشتون همان سان وانا رسول سواء ما وهنا وقتن جالن شا رسولون شا وقتنا من ورائي شيت ايها دوشتل شيت تيبنو شي قام وقتنون شا وانا رسول من ورائي من قومي وانا ضمام ابن سعد بته اخو بني سعد بن بكر شيت ايه اخر تشا وان ضمام ابن سعد بته اخو بني سعد بن بكر سعد بنو سعد بن بكر وشتيب وشاون شا خبزه بيمري قال لرا موخلتي شتون على تعديد قالت عائشة رضي الله عنها عائشة ديتق ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم بيمرت إن أهل بزلت يئن ما باحتونش من خبز الشعير مق مقن بيبك دوي مقن بيبك يشمن يشمن خليب دوق إذا تنخ كير بوزن ما باحتون بو عائشة محمد أهل يومين متتابعين اكل شدي دهت اغدي المدهت بيمريت ان اهلنا يبيبك خلتيرا يبيبك دي انش بيزن حتى قبيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشت بيمرا الله ان دوحال وخلت يحل خل مدهت سنقع وزلتو مي ان موعد تنا دنيا تو عدي تن خلر دنيا بقتو خلر دعتي سن خلر ليه تغدير دوي قال صلى الله عليه وسلم بيمس بوغ ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تندينا ألخت و أحد لمن يستغول شين تغول شين شين ديزر مداتر ألخ مبوش داتر شين شي خلا هر أحد لمسن شي قاعد دشي إدلش تمضي علي ثلاثة شين قدت إيكالت إغدالي تلور مداتر شين أحد لمسن دشي إدلش شي قاعد وعندي منه دينار از دشيخة شي قاعد دينار ديسيت لو ارما داتر شي إلا شين أرصده لدين تاك ازيك دوش دول همي بي شي ديقر عدل شي حش قوش ده دو توم قيد عدقة دهل نوقعها دحش ديني بي ريز غر مواتر شي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا دهل نوقع دهل ليشن يد عدل لي بي ريز غر مواتر شي الله ريز ولجع دحش ديني بي إيش تبا يمر كتير شخص فات شقدرون لا يش لا يشتم تعني لشوا تروني وقا مال دهشوا تروني قالت عائشة رضي الله عنها عائشة تدويتق لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا با يمر واترون بو فاحشا بيوخ قمال داش إيش قمال داش ولا متفحشا إيش قمال دغيرش يقاح يوكش آل غيرش يبالغة تلير بورون تو شي ديها ده ترون تونيزا بيوغ قمال يا بيوغ بلغش يا بيوغ قمال در إرش قمال در إرش قمال ده تغير ترونيزا تعنا كيبر ولا صخابا في الأسواق إشتي وق مواتر بازرش كه مح بيحش أز أي ديحش غو غيحش ولا يجري ولا يجزي بسيئة سيئة إشتي واترون بو عايشة تشين وبوال بيش وبوال خن دوحال وبوال بيحش واتروني ولكن دلعتم من دوشتل صفة تدرى شين ووهم ديش يعفو ويسفعها انت اير وولار إذا جاش دورونتو إشتا بيامري كتا خاقي ودو ما مس كفو كف ما مس كف امرأة إشتا زوچونا جوارخ جوار حق دلا واتون إذا تاتا شين مكشو تشولا زوچونا. قالت عائشة رضي الله عنها عائشة ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط فإمري جوارا كيك دحق دل مداح تقبوخ آرر يوشو مكشو تشوشينا زوتشوخ شين حارم يوشو زودخ تاتا كيك حق دل مداح تبايمري صلى الله عليه وسلم اشتتونا چوح دوشتول حال حقي دويت ونتين چوح خيل دوشتول تنباغم داخل موخل. قال عمر رضي الله عن عمر سدويتغ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر سدويتغ شا شو إلى رمبو بيم أول شيء تعدينا وهو مضطجع عن عتي عن ورز على عصير
فجلست إذ عتي عن ورون حصيرا تي حصير إذا تجوه بولش كوز بوق إذا عربو مخش كان حد خالع حلقة هنزة اللي خلش بو إذا اتكوزن دو اتبالمخ و يهش بيش كوز بوق تعال إذا شاء وحي إربو فأدنى عليه إذا راه وليس عليه غيره توتعها بإمال سا شين تحيض إزارة يبدر حتى يوزرتو بو قيتو تاع دوغرا دا ترونتو بو شاتو والشا شين تي يوزرتو ازارا از هوقا غد يقرا كوكش تي واحقا تشوت يوحقش بدر خلق تاع ليلاش ازارا او غد يقرا الله واحقا تشوت كوكش تي از ازار اولتنا خا اغلا بايمرانا تاع از شوالشا شين تي حولي نختوي وإذا الحصير قد أثر في جنبه إشتا عمر سبوخ حصير إتس ويبيوش قد تكوزن تاح علانا تو أسر يتنير بوغتنا تعاغو تاح دوغج أوغ يولش دوغج أوغ أوند بولش يا حصير تو أسر ينيرتن ديغ تاح فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم شا شي بعرس دحجر بوه شا دايس هي جول لربوتون شو شو حات من خزانة تنشكاف يا أم هما يوش المهدي يترك حج جول لرشابو فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع تع إزجا صاع بار معها تكيج شكو جو شخط يخن شين كان يقع حات بار معها مخ قرشين بو يجمن ومثلها قرازا في ناحية الغرفة إيش تقيتش سانعها أتشوتشوها أكاتي ديتير أكاتي خلشتو لي جينش إيش تا تا تشكش تا تشورك شو أكاتي دي تشورك شا إيش غيرش أنا تاك أزيل توضيحة وإذا أفيق معلق إيش تقي يرون حل أعلنا هو تنخا تسوكا يرونا إذا دبغ دينيو وشو تسوكا يرشين تشوا قال فابتدرت عيناي تودع عمر سبوخ شي بعرقة خيخ حل بزرون فقال صلى الله عليه وسلم تحب ليل ألشنو إيلر ما يبكيك يا ابن خطاب يا ابن خطاب هو دوحو والخو اشتغا والخر حدو احسنون والخر وبهندلش دينا قلت يا نبي الله شاء إيلرتا هيدل الج هيدل الج وما لي لا أبكي شا مو هو الغر واحد قلت وهذا الحصير هر حصير حم بغا يلشل هر كوز قد أثر في جنبك ح أغو أثر ما يتنسو دوك أغيلش وهذه خزانتك هرشي عقوش يل هرشكاف يا أم شو عيل لا أرى فيها ما إلا ما أرى شين شو عقوش هما ما دهت شين قوش دقبي وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار دوغ عول شو لا قيصر بيرسيتك إمبيري تير بچا بيرش خل عول شو لا بچا هي وكسرى إتريمسك إمبيري عول شو بچا في الثمار والأنهار ستيمش كحا تاتوش كحا بغاخشين تاتوش تاتوشن يقعها عش مبوش ألتو وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضيل ألتش وها وصفوته الله حخير جنا وخلقشن يقع وهذه خزانتك هرح شكاف يتوشو عشينا تا يأمخ قشو ما دهتشين فقال يا ابن الخطاب تحقى بيمر سيلرق يا ابن الخطاب هي خطابيه أنت ألا ترضى حريز تخل أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا حريز تخل هر وين دنيا آخر تخلر أن تكون لنا الآخرة آخر وين الله دلر ولهم الدنيا تان هر دنيا دلر وتهم أن ريز تخل الله وين آخر تلردون سكرسنا هن دنيا بتدلون أتبلغن ريز تخل وإن شاء عمر سؤال قلت بلى شائلر تحقق خلون شائر رسول الله عليه والله أعلم والحمد لله رب العالمين.